بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. أدب الله عليكم أبو وحو وولاد وحوات. حضرة السلام كبتو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومتي إن شاء الله ديب أقسامنا يسبرق نتهاجيتو أدي لدعوة الدام كفاء لا صبر ديبا وأدا كفاء لحرير منا ديبك الحلقات لحلفات هاجينان الرسول صلى الله عليه وسلم كفاء معانا كبا دقلو ومختصر ما من قبي، لكن إنسان دعوته قل لحد الحد ديبا قبينا أنبياء قل لحد لازم أزياء تمطو وتابت تدعوته من قبي وديبا من قبي وتهاجينا ديبا هذا ديبا نقل نتهاجمنا حد اللينا إن شاء الله صبرته. واللي صبر أقسامه ولا أقسام ده نايو حتى جنت حاجة دي بنت إن شاء الله. هذا ثلاث كان دي بقى قسمون أو ثلاث قسم ودوان ثلاث أفيات ودوان قل له صبر ودو صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله التي يجريها إما مما لا كسب للعباد فيه، وإما مما يجريه الله على أيدي بعض العباد من الإيذاء والاعتداء. يعني الصبر على طاعة الله، والصبر عن محارم الله، والصبر عن أقدار الله المؤلمة. يعني إلا صبر لبطاعة برضو، يعني حدق وهتم عنها بيننا تحبس النفس عن حبس النفس على الطاعة، بيننا الصبر على طاعة الله وصبر عن محارم الله، لا ما بيننا برضو يعني حبس النفس برضو عن معصية الله، لأن نفس كفون حبسها من معصية وكفون دي بطاعتنا وإلا دي بلا انتهاجينا. وكمان هذا ثلاثة سيد أوسكنا الصبر على أقدار الله التي يجريها مما ما لا كسب للعباد فيه. يعني قدر ما تاكا تبقى صبر قلو ندي دلد تقيس ممكن ورفقرك ورد تاكا ناوي انت حاسبي انت تعالى انت بدك امول نتهلا ورد تاكا انت دي بالكمات يكوني نستكب سمتك ورا قلدنا قبط بعيد عنك ابو بدوح اللي احسن من قبي الا انت يسبب كذبه وقدام عيد سبب ادرى بعيد الله كمان رب العالمين قدروا قدام قل السبب دي بقولك مثلا او اداء ورا مجرم لاديك او اعتداء قبي سراء ما تديك قل سراء قدر حدا دات كامل ودا اكا لازيت واعتداء دي بارواحته ورا من اقمنا ديبك قل انسال حدا ورا ديب ملكنا قدام لاعتداء اللي كله كمان او ما حصلا وحقا جارا قلك صبر لحدا. اذا صبر ثلاث قسمت بيننا صبر على طاعة الله، صبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله التي يجريها إما ما لا كسب للعباد فيه. يعني إذا قدام لو دي وانت اللي السبب دي وكسب قدام يدعك يقتلك يوديك يسرقك ونوسك اللي تودي قدر راح يسرق لك لقدر اللي يعني إن شاء الله توقت برضو منا كان إيمانته نا آمن بو وأنا صبر دي وصبر دي ضروريته. قال أنا برضو كمان الله سبحانه وتعالى قال إما مما يجريه الله على أيدي بعض العباد من الإيذاء والاعتداء، وهو برضو لما قبئ والحسل من قدام للسبب ديبه الله قد دور قلك على ولا قدركاته انت لما الحمد لله تبل وتصبر وتواجه لا قدرك تواجه. يعني أن رب العالمين كم سألي أراد وكم سألي يعني قدره وإلا يعني دليل هلا بالو دليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللي دليل اللي يعني يعني التصبر بس دي بقى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني قدام الله لا سورة الأشياء قلتها يبقى أرنا دي بقى هذه ما هي يعني إن شاء الله التفسير اللي قلت متاعته، لكن لدليل
كمان أربع مراتب عن طاعة. دي بلا سورة الله. والعصر. والعصر رب العالمين قسمها على فعل. اللي قسمته. والعصر. قسم يعني محلوته. كمسل والله إلى لبل. بالله إلى لبل. تالله إلى لبل. ورب الكعبة إلى لبل. والذي بعث نبيه محمد إلى لبل. مثلا. والعصر ورب العالمين يقسم بما يشاء. بلا حدا لمحل. لكن احنا محلنا من قبل بربيت انا محل. بربيت انا محل. مبلا بربي بعيد اجينا محل. لكن رب العالمين منا مخلوقاته ومنا معجزاته ومنا تلقى الدريو ومنا سننا ومنا اشياء له ليه تلقى الدريا وتلقى وجدايا دي بالعالم بزمن من قبل بنواي من قبل بادبر من قبل اي شيء رب العالمين لا قسم. وقسمنا يا رب العالمين دي بلا سورة إلا يعني يعني قلتوا لا لدهرتوا الدهر أو لزمن. والعصر إن الإنسان لا يغزر يا رب العالمين بلا حالف بلا حالف. واللي يعني وكفى حالة ودي بقى لأنه لزمن والعصر لحوادث دي بتحسن ولا خير ولا شر دي بلحد دي بقبي قل مين يعني. والعصر بيرك بلا خصصية أو عصر يعني كل لزمان الدهر كل الدهر يعني الدهر الدهر معنا لزمان ترى وقته بوقت يقول من وقت لحوادث دي بره حسن ولا خير وشر دي بره حسن. مو وقت حصلك مو وقت دباتك مو وقت حمامك مو وقت انقباك ين بالما كما انت لزمان بو دلا دي بره حادث لحوادث من قبل لظروف من قبل لتقبي من قبل تزمان دلا بتحسن ولا خير وشر دي بره زمان دلا بتحسن. رب العالمين بالله بأقسما وبالله بمحلا قلنا عز وجل على الإنسان إن الإنسان لا في خسر إن اللي بشر اللي مخلوق اللي بني آدم كله دي خسارة تبيلا لكن استثناء وده من المحر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لكن إنسان لا إلا نودي أربع سنوات هلا إلا أربع سنوات لودي إن شاء الله يعني خاسر يكون رابح تبيلا ميتا بيلا من قبي إلا الذين آمنوا أولا إيمان وعمل وعمل كمان صالح الإيمان والعمل الصالح تلقيتا إلا وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر لأن صبر لما نتبلا سلسة دي بان التاكع ناتا إلا أربع لودا إلا أربع سنوات بان لما إلا أربع مرتبة بان لما وإلا أربع مرتبة إلا أعدي بسادية من معصية لا وعلا والتقدر الله لقدره يبان كل صبر لا يبا وديب صبر لا سنة وكل اللي هي سورة ولا قسم رب العالمين أربعة دي أربعة نقطة فصل يعني قلنا أمتى يعني قلنا كبيرنا إيمان وعمل صالح وتواسوا بحق وتواسوا بصبر اللي هي يعني قلنا يعني دي بدهتنا فعنا وبها كان بقنا على قدر إمام الشافعي بلا إلا سورة إلا من يتقبي بس مكريد من بلها سورة بعد كروي من يتقبي وكافية على قدام الله هاجينا دي بدها حلقة على الحلفية لكن إنسان ما قل نذكره منا واجب على ومنا ضرورة على وهيني الإيمان كما قال بيننا إنسان بربي لا آمن وكفل آمن بربي لأن تهاجينا ديبا والإيمان بنو أركان بو وأركاننا ستاتا بيننا والعمل لصالح شجاع ولا تحدي شجاع عمل سنة شجاع طاعات استغفار ذكر رسالات توبة نصيحة زكاة حج صدقات نفقات جهاد في سبيل الله أمر بالمعروف نهي عن المنكر تعاون عن البر والتقوى إصلاح ذات البين طاعة الوالدين إكرام الوالدين يعني إلا الأشياء إلا كلها من الأعمال الصالحة عمل صالح أمورته كمان الحق كمان تواصوا بالحق يعني قلنا اتبع بنا الحق اللي امرنا كن قبل رب العالمين وكمان مهتل الحد من هنا وبهتل وجهنا بلا كمان نتمسك به وكمان حر صبر تحدينا كمان لا صبر كما لبينا لا تعصب تحدي ولا معصية صبر تحدي ولا ما يعني الأحضار المؤلمة ورب العالمين لا تحاسل قلنا
او حنان السبب دي بقى او مال سبب تقبل جيبنا او قدامنا السبب دي بقى قلها او في النهايه القدر اللي حصل اللي هي يعني من ناقص ما صبر له ثلاث سنين هذا بينا بصبر دي ثلاث دي ثلاث سنوات الصبر على طاعه الله وسلام محارم الله وسلام على الله المؤلمه بينا وحقها كمان مراتب ام طالبه والله سورة العصر سورة العصر بس تشهدنا وسورة العصر أربع مرتبات أقدر منا مرتبة وحقوا محلة النبي صلى الله عليه وسلم وحقوا رب العالمين محلة حقوا رب العالمين محلة بزمن ولا زمن بلا محلة بلا سبب بيننا لأنه لا حوادث ولا ظروف ولا أشكال ولا تقبي خارج من زمن تقبي دي بزمن دي لا تقبي يعني من زمن برا يتقبى لبوني عشان كده الزمن أهميته وكمان دي بزمان كنا تهاجين حاجة حدينا من قبل دي بوقت تسأل من يوم القيامة دي ما أفنيك ولا عمرك ولا وقتك دي ما أبديك الوقت اللي متقبل قلنا نسأله قلنا رب العالمين قلنا سألنا من نوت وشيء قادت لوقت ولا زمن عشان كده قبل سبب اللي جلى أهميته وضروريته وحين نستفيد منه سردي بهجك نعرفه سردي بمعصيتنا نعرفه سردي بمكراتنا نعرفه سردي بأذيتنا نعرفه وسردي بمبر فائد لا دين ولا دنيا بنا نعرفه رب العالمين قلنا سألنا من نوت جلاب اللي بلا سورة إلا وباللي زمن البل بحالف النبي رب العالمين كا والأهمية لنا هي يعني بأن كله لا شر ولا خير دي وقت لا قبي عشان كده لا وقت ورو قسمي من قبي ورتبي من قبي ونظمي من قبي شيء يقل عبادة وشيء يقل شغل وشيء يقل استكاب وشيء يقل استكاب وشيء يقل زيارة أرحام وشيء يقل قلوة دي من قبي إن شاء الله كمان العمل رب بركة قد ديبه فلا لا زمن نستفيد منه ورب العالمين سألنا من يوم القيامة إن شاء الله دي ميزان أنحنا ودي صحيفة أنحنا طيب هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.